يا بنت ما تعمليش في نفسك كده، لا تروحي فيها. ما اروح يا خالتي، ما اروح. وانا هروح فين يعني؟ ما انا هروح عند اللي خلقني ارحم الدنيا دي باللي فيها بقى. ها انت جبت القطن بكام؟ قطع القطن على اللي جابته، خلاص راح لحاله ما تفكرنيش بقى. يا بنت جبتيه بكام يا حزينه؟ يوه يا خالتي ما تقلبيش عليا المواجهه بقى، انا مش قادره. يا بنت انا بسالك عشان اصل انا كنت شرط عليكي قطن سكرته. لا خلاص هاتي اي قطن، اي قطن باي تمن وخلاص. اهو ده اللي انا كنت قادره عليه، اي قطن وخلاص. طب خلاص يا حبيبتي، هي مرتبه ومخدتين، والواد عبد الله ما تعمليش حسابه، ينام عليها لحد ربنا ما يفرجها. انت بتتكلمي جد يا خالتي؟ الله، ايوه هي مرتبه واحده ومخدتين، ويلا بقى يلا سطري العيال، حمضوا ريحتهم فاحت. ربي يخليك. خدي يا اختي، ربي يخليك. لا لا لا، والنبي والنبي ما انت حلف عليا. لا والله، لا والله، والنبي ما تحلفي عليا. لا يا خالتي لا بقى، والله ما واخده حاجه بس بقى. يا بنت بقى بس امسكي امسكي. لا روحي سوق الجمعه هاتي مرتبه من هناك بلا فشخره، هما بس كيسين كده وبتاع حاجات جديده كده وخلاص. صدقي صدق والله العظيم كنت عايزه اقول كده بس كسفت. ربي يخليك ان شاء الله ما تحرم منك، ان شاء الله ما تحرم منك يا خالتي في سبحان جاه النبي يا رب. النبي يا اختي انا عايزاكي بس تدعي لي الدعوه المظبوطه بقى، قولي يا رب يا رب نولها حجه السنه دي يا رب. يا اختي بس كده؟ ده انا ادعي لك من هنا لبكره. الهي بحق جاه النبي حبيبك المصطفى يا رب، خالتي نفيسه تطلع تحج السنه دي وترجع لي بالف سلامه، وتدعي لي كده قدام بابك بحق جاه النبي يا رب. يا رب اقبل منها، اسمع منها يا رب. شوفوا يا جماعه، احنا كل يهمنا دلوقتي ابناء الدايره. اللي هم مين ابناء الدايره؟ اللي هي الناس البسيطه اللي ليها علاقه مباشره بالناس بتوع الحاره والشارع وبابناء الدايره بتوعنا. على فكره الشغل ده ليكم عليه مكافاه مقابل الوقت اللي انتوا هتقضوه عشان تعرفوا الناس البرنامج الانتخابي بتاعنا. استاذ نشأت هيقعد معاكم وهيعرف كل واحد فيكم دوره ايه في الموضوع. تمام يا باشا. تمام تمام يا باشا. حاضر. الله يخليك يا باشا. شكرا. بس انا دوري قبل دوره عشان انا يعني تملي بتكلم قبله وابقى فاهم حاجات كتير. بعدين الكلام ماشي يا باشا. ماشي هو قال كده بس. شكرين يا باشا. نشأة تبقى بلغني باخر الاوضاع. حاضر يا فندم. ماشي يا ايه دورنا بقى؟ ماشي. بالنسبة اللي انت قلت عليهم قبل كده القرشين اللي كان قلل سيادتك عليهم نظامهم ده دورك انت. موجودين ان شاء الله. اعمل دورك بقى الاول عشان احنا تدينا ادوارنا بقى ونروح نمشي. يعني تطلع لنا حتى دفعه. هقول لكم كل حاجه. ماشي. انا يا كل حاجه طالعه. والله انا بحبك يا ماشي. الله يخليك. والله وشايف ان انت ممكن بعديه تبقى حاجه. ان شاء الله. هتبقى. ازيك ياما؟ قعدوني قعدوني. مالك ياما انت تعبانه ولا ايه؟ طب ياما ما دام انت تعبانه جيتي ليه؟ امال افندي فين؟ مش عارفه، خرج من بدري. لا عارفه، خلي القهوه تنفعه. قولي للعيال يطلعوا على السلم، عايزاكي في كلمتين. يلا يا بنت انت وهو امشي اطلعوا انا على السلم، ما تطلعوش بره الحوش. ها؟ مالك ياما وحشتيني في ايه؟ انا بقول نبيع البيت ونشوف حد يتبرع لنا بالكليه ونديله قرشين وهالفلوس بتروح وتيجي. وابويا وافق؟ ابوك هيوافق لو سمع منك انك موافقه، هو دايما بيقول البيت ده ورث العيال. حاضر ياما هقول له. ومالك يا بنت بتقوليها من ورا قلبك كده؟ اقول لك ايه ياما، لما صبحي جه قال لكم نرفع قضيه قلتوا عليه حرامي وعايز يسرقنا، ودلوقتي البيت اللي حيلتنا عايز ابويا يبيعه، يعني اشحت انا والعيال ياما؟ لا يا اختي ما تشحتيش، استني لما نموت انا وابوكي ويورث البيت اللي هيغنيكي ده.
واحده بدل ما تقول اتبرع لامي بكليتي. ياما مش انا قلت لك اتبرع لك بالكليه وانت اللي رفضتي؟ اعمل لك ايه يعني؟ انت قلتيها مره واحده ما تنيتيهاش وقلتيها من ورا قلبك. على العموم انا مش محتاجه لحد، ربنا يا اختي يخلي لي جوزي. فوتك بعافيه. استني ياما ياما. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. خالد زميل صفاء طالب ايدها. يا اهلا وسهلا، ده انت شرفتنا. الله يخليك. وانت بقى زميل صفاء في الكلية؟ ايوه في اخر سنة ان شاء الله. اتفضل الشاي. شكرا. لا مؤاخذة بقى، انت بتشتغل ولا ابوك بيصرف عليك؟ والدي راجل على المعاش والمعاش يا دوب يكفينا، وساعات يعني اشتغل في الصيف اجيب قرشين يعني يسندوا برضه. وانت بقى عندك شقة؟ انت عارف الجواز شقة. حضرتك شو الايجار الجديد في كل مكان. ايجار جديد؟ وانت شايف ان واحد في ظروفك كده ينفع يتجوز؟ حضرتك دي ظروف كل الشباب اللي في بلدنا. وصفاء عارفة ظروفك دي؟ ايوه عارفاها طبعا. يعني بتتقبل؟ ادي الهانم اللي انا سمحت لها تدخل الكليه، ادي اللي انا كنت عامل حسابه. ايه اهدى يا اخويا، الراجل في بيتنا عيب كده. راجل مين؟ انا مش شايف رجاله. هو ده لو راجل عنده نخبه يجي لي البيت ويقول لي اللي بيعمل اختي؟ انا مش فاهم انا غلطان في ايه؟ انت هتستعمل انا؟ اهدى يا سيدي. يعني عايز تفهمني انك عمرك ما شفتها ولا خرجت معاها؟ ولا لو عمري ما شفتها اتجوزها ليه؟ ايوه شفتها. وبعدين انت عايز تفهمني ان احنا في سنه 2010 ان في واحد راح يتجوز واحده عمره ما شافها؟ يا حلاوتك يا ابو 2010. انت عايز تحرمنا التربيه في بيتنا؟ انا يا استاذ اختك في كليه مشتركه وليها زمايل واصحاب بقالها اكتر من 4 سنين. زمايل جوه الكليه، فهمني يا مفتح، مش بره الكليه. ومين قال لك ان انا شفتها بره الكليه؟ تحلف على المصحف؟ تحلف؟ مش هحلف ومش عاوز اتجوز. هو انت بتحقق معايا في قضيه ولا ايه؟ على فكره انت هتكون السبب في عقدتك. بقول لك يلا وراحت ابويا لولا وقفة امي لو كنت اضربك بالنار. استنى يا ابني، الراجل ده في بيتنا. انت بتقول ايه برضه راجل ياما؟ استنى استنى يا اخويا. استنى ايه حضرتك؟ واضح ان اخويا محتاجه جنبه في البيت، خليها اخيرا جنبك، خليها. خد بقى يا عم الترشاني، خد اقول لك يلا. ده يا صلاح يا ابني، حرام عليك حرام عليك. طب الواد بيقفل الباب ازاي؟ اهدى اهدى، حرام عليك بقى. صفاء بدي يا صفاء. احلف لك على مصحف اني عمري ما قابلت. اخلصي انت كمان هتحلفي كذب؟ كلمه واحده قدام امك لو عرفت ان انا بتكلمي الواد ده هحلق لك على، ولو عرفت ان انت بتشوفي هيكون حرام في عمرك. بس عرفتي؟ فاهمه؟ بس فاهمه يا بنت؟ حاضر. ابعد بقى حرام عليك.